So today we're going to have chapter 11, which is organophosphate and carbamate. هاي طبعا زي ما انت شايفين الصورة هون شو indicate انه something is used in agriculture. فاليوم ان شاء الله حنحكي على مادة يعني quite cheap, quite available يعني almost everywhere, واحنا نتعرض لها تقريبا daily لانها حتى موجودة في الخضروات في الفاكهة, بس طبعا بتكون بالtrace amounts مفروض, وطبعا مفروض انها هي من طبيعتها بتتراكم طبعا بالليبيدز, فممكن يعني يعتقد انه خلال 30 سنة may lead to cancer in some individuals, okay. يعني في دراسات بتربط طبعا تراكم اللي هي المبيدات الحشرية طبعا في الجسم مع طول المدة with the cancer development, okay. لكن احنا هون بهمنا كأكيوت اكسبوجر. هلا الأورغانوفوسفيت هي عبارة عن إيش؟ والكربامات على فكرة سنتين different in the structure. هلا بنفرجيكم كيف بيختلفوا بالستركتشر, لكن they perform إيش same mechanism. Both are inhibitors of carboxylic ester hydrolases, okay, including اللي هي إيش الأستاي كولين استريز اللي إحنا بنعرفه والسيدو حتى كولين استريز, okay. وطبعا هي موجودة إيش بي النيرفس سيستم, وهي very crucial role in controlling neurotransmission بالذات at the synapses, okay. بتلاقيها مثلا هاي النيوروترانسميتر خاصة الأستاي كولين وين موجود اللي هي بين إيش السينابسز النيورونال سينابسز يعني produce النيورون ولا البوست نيورون, المفروض انها بايند على ريسبتورز ان ذا بوست نيورون, اوكي. طيب هلا يعني سينس اتس انهبيتر معناها انها حتاثر على الفانكشن بوث ان ذا بيريفيرال اند ذا سنترال طبعا نيون عفوا النيرفس سيستم, وطبعا هي ايش gonna produce cholinergic toxicity ان شاء الله اللي حنحكي, وهي كثير مميزه التوكسيسيتي لها. مبدئيا طبعا بتعرفوا انها بتاثر على تو مينلي تو ريسبتورز اللي بنسميها الماسكرينك ريسبتورز والنيكوتينيك ريسبتورز, اوكي. هلا كمان بفرجيكم ان شاء الله صور توضح اكثر. هلا هيك شويه احصائيه why it's important to know about such يعني substances or chemicals because they have ايش large statistics of exposure worldwide, يعني عالميا نتعرض لها بكميات كبيره. انسوا كتريس إليمنت يعني almost everyone إلا اللي بأخذوا مواد أورغانيك, يعني دائما بأكلوا بشربوا أورغانيك, أوكي. لكن إحنا بشكل عام نتعرض لهذه المبيدات تقريبا شوفوا 3 مليون per year exposed للاج دوزز, يعني هاي toxic exposures لأنه هذول بيشتغلوا دائما بالزراعة ودائما in close contact يعني with such خلينا نحكي chemicals. وطبعا الوفيات شوفوا 300,000, شوفوا قديش هذا العدد لما يكون سنويا 300,000 يموتوا من التوكسيك اكسبوجر تو اورغانوفوسفيت اند كاربامات, اوكي. وطبعا لانه وحده من هذول الاورغانوفوسفيت اللي بسموه ايش غاز الاعصاب السارين, اوكي, ذا سارين نيرف غاز, اوكي. وهو بصراحة له أسماء حتى يعني أكثر من هيك, في مثلا بسموه التابون, في مثلا بسموه السومان والفي أكس, أوكي. فإذا هو سارين بس إحنا بنعرفه بالنيرف غاز أو غاز الأعصاب السارين, هاي أكثر إشي. بس ما قلت لكم له أسماء ثانية زي السومان زي الفي أكس أو التابون, اوكي. فشوفوا طبعا لانه بيستخدم بالحروب, فاذا بتتذكروا او شفتوا بالاخبار في حرب سورية لما كان في يحكوا القاء مواد كيماويه براميل كيماوي على اللي هي اماكن معينه خاصه سمعنا في حلب, وللاسف في هذيك يعني السنه كان 5 وفيات العالم بس في هالمنطقة الصغيرة في هالمدينة, أوكي. وتخيلوا شو هي حجما مقارنة بحجم العالم كله, وقديش هذا بدلك إنه هاي المواد fatal, أوكي, ويعني إلها high morbidity وhigh mortality, أوكي. طيب
هل نطلع هون على الستركتشر؟ انا عاده ما بركز على الستركتشر الا اذا في له اهميه، اوكي، خاصه هون مهم انه تو ديفرنشيت بين الكربامات والاورجانوفوسفيت. ليش؟ لانه كل وحده بتشتغل صح ات ذا سيم ميكانيزم، لكن لها سيكولي مختلف. في وحده منها بيرمننت، في وحده ايش ريفرسبل، ممكن يصير في سبونتينيوس ديسوسيشن، اوكي، وهذا برجع طبعا لشكلها. هاي اولا. ثانيا الثيرابي الانتيدوت، فبتلاقي لانه شكل مثلا الكربامات مثلا زي ما انتم شايفين بايش بيختلفوا، في عندي سي دبل بوند او، اذا انتم شايفينها في المنتصف، في منتصف المولكيول بالنسبه للكربامات، بينما الاورجانوفوسفيت بدلها في ايش من اسمها فوسفيت، ما لازم يكون في عندنا فوسفورس اتوم، وهي دبل بوند مع الاو. اوكي، الار عاده بتكون بالنسبه للاورجانوفوسفيت الكيل او ارال جروبس، اوكي، لكن بالنسبه للكربامات تايل او الاروماتيك. اوكي، فهلا حنشوف شو تاثير لما يكون في عندي سي دبل بوند او تاثير البي دبل بوند او على ايش التايب اوف ذا انتيدوت او الافكتيفيتي اوف ذا تريتمنت، وكمان على الديوريشن اوف توكسيسيتي. اوكي، طلعوا هاي طبعا صوره للاسف لاطفال يعني يعني أصابهم طبعا السارين غاز، وشوفوا كيف إنه يعني ليس للكبار ولا للصغار as well. هلا بشكل عام هو بيعتبروه war weapon، وهو طبعا terrorist weapon، بس طبعا بيستخدموه في الحروب، وبكونوا طبعا حاسبيا اللي هي اتجاه الرياح وسرعتها، عشان لما يدبوها مش ترجع عليهم أو تروح على مكان هم مبدومين، فتلاقيها يعني محسوبة العملية. أوكي، مثال على كاربامات اللي زي الألديكارب والميثامايل. الميثامايل عندنا كثير مشهور هون في الأردن، طبعا هو ممنوع عالميا، لكن كونه يعني صار ممنوع الآن بنباع بالسوق السوداء، فبتلاقيه رخيص كثير كونه طبعا المنع، فبنشره هنا يعني تقدر انت في مبلغ بسيط لترات تشتري. وهنا عندنا كثير كيسز بتتكرر سنويا انهم بتسموا بالميثامايل، اما هم بنتحروا او لا بتعمدوا انهم يقتلوا ناس ثانيين فيه، زي مثلا واحدة من الكيسز صارت انه بنت راحت عملت شاي بالميثامايل ولأهلها، وطبعا تسمموا أظن كان عددهم 11 واحد، فكلهم الأب والأم وكلياتهم ماتوا. أوكي، وطبعا كل حد شو بده يكون شرب كاسة كثير وكاستين طبعا من هاي المادة. إحنا ما بنعرفها هون باسم ميثامايل، هون بنحكي لها لانيت. أوكي، وتجي ما تقول لانيت كثير ناس يعني معروفة، خاصة يعني عند المزارعين. الأورجانوفوسفيت هي الأكثر يعني مشهورة بالاستخدام، زي الكلوروبايروفوس، دايزينون، الملافيون والبارافيون، وعلى فكرة لها كمان ثيرابيتيك يوز، يعني هي مش بس بالأجريكالتشر ولا ك war weapon، ممكن إنها تكون كمان إيش قلنا medical agent اللي حنحكي عنها. أوكي، فطلع هون بس على السارين عشان أكدولي إنه شو هو أورجانوفوسفيت ولا كاربامات. هذا بقدر يأكد من الستركتشر، اطلعوا شو شايفين عندي. شايفين عندي في double bond ولا C double bond O؟ لأن P double bond. excellent، معناها شو هذا أورجانوفوسفيت ولا أورجانوفوسفيت؟ thank you organophosphate. yes thank you very much. فإذا هذا هو organophosphate. okay، مش شرط تكون المعلومة موجودة، بس هاي بتهمني. ليش؟ لأن هلا ححكيكم شو الفرق بين يكون organophosphate وبين carbamate من خلال الساينز ومن خلال كمان الثيرابي. في عنا فرقين بيناتهم رغم إنهم الاثنين بيشتغلوا same mechanism وinduce the same signs، تخيلوا، لكن الفرق بسيط طبعا. بس خلينا نكمل على استخداماته. اوكي، حكينا انه هو يستخدم بالاكلجر، وحكينا انه يستخدم كوار ويبن، والان ايش بدنا نحكي استخداماته كثيرابي. هو طبعا موجود في عده يعني علاجات، واهمها اللي تتريت الجلوكوما، تعرفوها اللي هي ميه العين لما تتراكم طبعا بتاثر على الرؤيه، وهي اكثر شيء بيعانوا منها الناس الكبار بالسن، خاصه اللي بيكونوا دايابيتك. فعندنا الجلوكوما، المستيني جريفز، الألزايمر، هذول كلهم في لهم طبعا ثيرابيز، زي مثلا الايكوثيوفيت، البايريدستاجمين، التكارين والدنزوبيل. اوكي،
اوكي فهذول كلهم ايش اورجانوفوسفيت اوكي طبعا في عندنا وصو احيانا بيكون في عندي المصل مثلا بلوكيد تو ريفيرس النيورو ماسكولار بلوكيد برضه بيستخدموهم نفسهم نيوستيجمين بيرودستيجمين فهي لها ثيرابيوتيك ايجنت بس طبعا لها اللي هي سبيسيفيك انديكيشنز اوكي لكن اللي احنا اكثر شيء بنتسمم منه اللي هي due to accidental أو intentional okay؟ يعني أحيانا في ناس هم بدهم ينتحروا فبالغالب إحنا كيف نتعرض لها شو الروت برأيكم حيكون orally okay؟ لأنها بالغالب بتنحل هي ممكن تيجي بودرة وتنحل okay؟ أو لا ممكن إنه تكون هي already يعني محلولة وتنرش فإحنا ممكن إذا إما نشربها بتكون بالجي آي تراكت أو ممكن نتعرض لها عن طريق التنفس لأن منشم هاي الأيروسولز okay؟ فبتدخل على respiratory system فإذا by inhalation وممكن كمان ديرمال خاصة الناس اللي دائما بخلطوا هاي المواد وبتعاملوا فيها وما بلبسوا ايش protective gears اللي هي زي يكون في عندي مثلا gloves يكون في عندي اللي هي facial masks يكون في عندي حتى eyeglasses why not يكون اشي يحمي عيوننا لانه ممكن يصير في عنا contact من خلال conjunctive العين ويكون برضو ايش في عندي اللي boots حتى protective cloth وهاي كلها او الجونز الافرهولات فهي كلها لازم كمان when I go back home مثلا وانهيت انا عملي I should change it okay لانه اذا بتظل علي بصير في عنا status هلا بنحكي عنها اسمها delay toxicity هاي ليش لانه انا بظل فتره طويله على جسمي هاي طبعا contaminated cloth وبصير في عندي slow absorption وفلت يعني tend to accumulate in the طبعا lipid layer واحنا بنعرف انه تحت الديرمس والابيديرمس بيكون في عندي ايش طبقه من الفات طبعا تختلف من individual لانذر عشان هيك الناس اللي على فكره بيخسروا وزن فجاه مثلا تلاقيه خسر 10 كيلو دفعه واحده بسرعه يعني خلال ايام هذول ممكن فجاه شو اللي هي الساينز الكولينرجيك ساينز اللي هلا حنحكي عنهم ممكن فجاه تظهر عندهم رغم انهم ما اخذوا شيء بالعكس اصلا هم قللوا اكل ونحفوا فجاه فليش يصير في عندهم اعلى السميه لانه بلش ايش تحطيم طبعا الدهون والريليز اوف بيز اورجانوفوسفيت اجين ان ذير بلاد وبكميات كبيره لانها صارت دفعه واحده مره واحده خلال ايام هيك بصير في عندي ايش كولينرجيك ساينز اوكي طبعا هلا من ضمن خلينا نحكي الافكت انه زي ما حكينا هو انهبت ايش هو بسموه حتى بوتنت قوي جدا بوتنت انهبيتر للاستايكولين استريز عرفتوه هذا الانزيم اللي مفروض بريك داون مين الاستايكولين اللي هو نيورو ترانسميتر موجود بالنيورونال سينابسس اوكي فهلا بفرجيكم ان شاء الله كيف الفانكشن له حتى يتوضح لكم اكثر بس طبعا في فرق نبلش نذكر اول فروقات الكاربامات مثلا ديفلوب طبعا اثنين سريعات ترى وديفلوب بالساينز حسب الاكسبوجر روت هلا حنحكي على التايمينج مع الاكسبوجر روت بس الاثنين زي بعض الكربامات الاورجان فوسفيت بس قلنا نتيجه الديفرنس ان ذا ستراكشر اوكي واحده منهم الثنتين بايند الاستايكولين استريز بس واحدة منهم when bind اللي هي الكاربامات dissociate spontaneously after two days هون حاطين لكم اياها بالاور اللي هي 48 hours اوكي لكن بعد اليومين الحمد لله بصير في عندنا spontaneous dissociation ببعد هاي المولكيولز اللي هي الكاربامات مولكيولز وبتتحرر مين اللي هي الانزيم مولكيولز الاستايكولين استريز بصير free again وبروح ايش يعني بريك داون للاستايكولين وطبعا بصير في عندي نورمال فانكشنينج للنيورونال طبعا ترانسميشن للسيجنلز وهلا بنحكي كمان الافكت على المسلز اوكي لكن نفس الوقت اللي اخذوا حتى يعمل سبونتينيوس ديسوسيشن بصير العكس في الاورجانوفوسفيت اورجانوفوسفيت بصير عندنا بعد يومين ايش ايجينج شيء بنسميه ايجينج يعني بما معناه وكأنه صار في تقادم بين ارتباط اللي هي الأورجانوفوسفيت مع إيش مع الأنزيم اللي هو الأستايكولين استريز وبالتالي بدل ما إنه يكون ريفيرسبل بصير إيرريفيرسبل وبصير بيرمننت فحتى ساعتها لو أنا أعطيت الأنتيدوت بيكون تو ليت إذا بشكل يعني عام لو أي شخص تسمم أو حتى الحيوانات لأنه إحنا نفس الإشي sensitive as well as the animals okay فبوث لو تعرضوا
لا شك بعد يومين بيكون too late for the antidote to be given in case of organophosphate. Okay. لكن in case of carbamate يعني حتى هو ببلش أصلاً يتحسن. Okay. Without the antidote. بس هاي إذا تحمل جسمه. Okay. لأنه هلا حتشوف الساينز very very tough. فإذا تحمل جسمه إنه هاي الساينز يظل والله يومين على ما يتفكك spontaneous. Okay. فإذا هاي أول فرق. هلا شوفوا نحكي شوية على الميكانيزم عشان to understand how both works. الاثنين بيشتغلوا نفس الإشي. كارباميت والأورغانوفوسفيت. أوكي. فطلعوا نبلش من الشمال اللي هي المنطقة الملونة بالأخضر. شوفوا أنا في عندي إيش بسموه pre-synaptic neuron وفي إشي post-synaptic neuron. يعني النيورون اللي من فوق مفروض هذا pre. فهو هناك بتم إيش إنتاج إيش neurotransmitter زي هون الأستايكولين اللي هي المربعات السوداء. هلا الآن صار في إيش secretions of these طبعاً neurotransmitter أو الأستايكولين. هاي المربعات وين راحت؟ على receptors خضراء موجودة على البوست سينابتيك اللي هو النيورون اللي في الأسفل. الآن لما ارتبط انتبهوا شو صار في عندي سيجنال. انتبهتوا على السيجنال الزرقاء؟ طبعاً هاي السيجنال حسب. يعني إذا إنه موصول هذا النيورون بجلاند بتروح على الجلاند سكويز ونطلع السكريشن أو بنطلع هرمونات أو نطلع سويت إذنها مثلاً سويت جلاند أو إذنها مثلاً موصولة في مصلز بتروح على المصل كونتراكتد. أوكي يعني بصير لها انقباض. أوكي مفروض after a while أوكي شو بصير في عندي إنتاج إشي ثاني زي ما تشايفين وهي في المنطقة اللي في النصف اللي هي طبعاً لونة بالأصفر بصير في اليالو ستارز. شو هاي اليالو ستارز؟ ترمز للأستايكولين استريز. طبعاً هذا موجود داخل الجسم أوكي بالذات ب النيرفوس سيستم. فطبعا بروح ايش مرتبط مع الاستايكولين وبريك داون ذا استايكولين. شوفوا كيف هو ارتبط بالمربعات السوداء اللي هي ريزمبلينج ذا استايكولين اللي هو نيوروترانسميتر. الان منعوا انه يرتبط مع الريسبتورز اللي لونها جرين. فالان صار في ريليف لهاي الريسبتورز وستوب اوف ذا سيجنال. راحت السيجنال. انتبهوا على البوست سينابتيك نيورون اللي هو نيورون في الاسفل بطل في عندي اشاره. اذا بوقف. اذا في عندي شيء صار له سكريشن بدي اوقف. في شيء كان يتحرك بدي اوقف. في مصل كانت مثلا منقبضه بدي يصير لها باراليسيس يعني نوعا ما ترتاح. اوكي ريلاكسينج. اوكي طيب اخر شيء اللي هي الملونه الجزء الاخير الملون بالاحمر اللي هي لما بيكون في عندي exposure to organophosphate أو carbamate. يعني doesn't matter أي واحدة فيهم لأنه الثنتين act على same enzyme لأنه الثنتين potent age acetylcholine esterase inhibitor. فانتبهوا هون المثلثات اللي لونها أحمر هاي وين بتروح bind؟ مش للأستايكولين، للأستايكولين استريز، للأنزيم. وهي بدي تتنبهوا لها بالمالتيبل تشويس لأن في ناس على السريع أستايكولين يلا طب في أستايكولين استريز. أوكي إذا هي بترتبط مع الأنزيم وبتعمل له إنهبت بالضبط. أوكي بلوكيد بتوقفوا عن الحركة. فالآن ما في إشي يمنع من الأستايكولين from binding its receptor. ما في إشي يعمل بريك داون للأستايكولين وبالتالي بتظلها مربوطة بالريسبتورز وبتظلها تعمل سيجنال. شوفوا طبعا هاي برولونج سيجنال لما يكون مفروض الشخص يتعرق مثلا مينتس بده يتعرق أيام. أوكي وهي طبعا exhausting for the body. العضلات بدها تتشنج هيصير في عندي سيجر مثلا. هاي أخطر إشي نخاف منه إنه يصير في عندي hindering لا respiratory muscles وبالتالي you cannot طبعا breathe properly. okay عشان هيك في هاي الأنواع من السمية إحنا دغري بنفكر ب securing the airway so we should secure the airways. ممكن تعمل endotracheal intubation عشان ما يصير في عندي collapse لا للتراكيا ويظل at least يعني possible اللي هي airways for breathing. طيب هلأ نحكي متى بتتطور الأعراض. مثلاً تعرضنا إحنا وشمينا أو شربنا أو أوكي بالغالب if orally or respiratory. أوكي شوفوا بكونوا سريعات بالغالب takes 3 hours لأنه الأورالي بده تكون كمية كبيرة لما بدك تشربه. أوكي إلا إذا كنا بناخذها residues بالأكل يعني يكون مثلاً شوي بالخيار شوي في البندورة شوي في الفواكه فقلنا هاي تراكمات هاي بسموها residues هاي على مدار سنين والله أعلم بيجي الواحد لما بصير عمره 50-60 تشخص معاه كانسر وطبعا هات عدد شو أسباب الكانسر بصير يقول لك كان يدخن لا ما كانش يدخن كان أرجيلة كان يعني you never know. okay. بس من أحد اللي هي الدراسات إنه ربطت طبعا اللي تراكم هاي الأورغانوفوسفيت
الحديد والكربونيز طبعا في اجسامنا التراكم البطيء على مدار السنين ممكن ايش يعمل الريتيشن للتشو خاصه القولون. اوكي قولون كانسر هاي اكثر شيء طبعا مربوطه في هاي الانواع من الاكسبوجر. لما ناخذ احنا اورالي بكميات كبيرة أو نتعرض له طبعاً occupational زي اللي بيصيروا مثلاً الناس اللي بيشتغلوا في الزراعة بروح راشش ترى أغلبهم ما بيكون أو بيكون لافع حاله سلك والسلك شوفوا الفراغات اللي فيه سلك أو شماغة بنسميها بيكون فراغاته مش زي طبعاً اللي هي proper facial mask ما حتحميه مظبوط. أوكي فإلا طبعاً يتعرض خاصة إذا أنه قاعد يرش له 4-5 ساعات شوفوا عادة قديش يتعرض فـ is gonna show quick signs within 3 hours شوفوا قد السريع بس إذا أنه dermally شوفوا على ما يخترق different layers مثلاً السكن والليبيدز واللي يصل حتى للبلود فيزلز وينبلش ينتشر في الدم فـ takes time شوفوا تقريباً 12 ساعة وهاي اللي بنسميها delayed toxicity فممكن يصير عند أكثر إشي وين بنشوفها هاي في الناس اللي مثلا بيظلوا في الكونتامينيتد كلوز فترة طويلة أوكي ممكن develop by sign وفي ناس كمان خاصة المسعفين أوكي اللي هم البايستاندرز أو الباراميديكس لما بروحوا مثلا بيسعفوا ناس تعرضوا طبعا لهاي الأورغانفوسفيت أو الكارباميت وما بيكونوا wearing مثلا protective gowns وgears وgloves ووا فبصير إيش بعد 12 ساعة ببلش signs هلا حميز لكم إياها شو differences بين delayed toxicity وبين acute toxicity أوكي. هلا نحكي على الساينز انا تعرضت لكميه كبيره جدا مميزه الساينز اوكي بسموها اذا بتحفظوها على شكل الانونيمز اللي هي احرف يعني مختصره زي مثلا سلج وثري بيز اوكي يعني السلج اللي هي الاسل السالفيشن اللاكريميشن يو يورينيشن دي ديفيكيشن جي اي اللي جاستريك امتين يعني باختصار شو في سوائل في الجسم از جونا كم اوت اوكي لاكريميشن سالفيشن ديفيكيشن جاستريك امتين عم يصير في عندنا ايميسيس يعني يصير الشخص يطلع طبعا ما في امعائه اوكي معدته. طيب الثري بيز اللي طبعا هاي خطيره اللي بصير في عندي برادي كارديا يعني بصير في سلو للهارت ريت برادي كارديا اوكي وصير في عندنا برونكوريا وفي عندنا برونكوسبازم اوكي يعني مش بس انه تضيق في البرونكيولز اللي هي المجاري الهوائيه طبعا اللي بتدخل على الرئه كمان بصير في عندي ايش بصير في عندي انكريز للسكريشنز في هاي البرونكيولز هاي بسموها برونكوريا يعني بما معناه بتصير كثير في سوائل طبعا في هاي الممرات الهوائيه لدرجه انه البيشنت وهو بتنفس بصير يزبد تشوفوا طلع زي فقاعات من طبعا انفه من فمه ليه زي ما انتم شايفين هيها في الصوره as you can see هاي زبد اوكي ليش لانه صار في عندي برونكوريا هلا عشان هيك حتشوفوا لما احنا بنعطي ثيرابي الانتيدوت بنظلنا نعطيه لغايه ما يوقف هذا الزبد فهمتوا علي يعني في عندنا كثير ساينز بدنا نراقبها مثلا لغايه ما ينتظم نبضات القلب ممكن واحد يسأل يقول لي لا ليش لغاية ما ينتظم نبضات القلب ليش لغاية ما إنه يقدر يتنفس ليش لغاية ما إنه يصير في عندي برونكو دايليشن أوكي وجدوا إنه الساين اللي ما بيصير بعدها ريلابس اللي هي stoppage of the bronchorrhea بالذات في حالة الأورغانوفوسفيت والكارباميت فنظرنا نعطي الأنتيدوت لغاية ما يصير في stop لإيش لهذا الزبد اللي أنتوا بتشوفوه بعدها ما بيصير ريلابس لكن لو ظلت أعطي على ما أعمل كنترول للهارت ريت لأنه هلا حتشوفوا إنه من ضمن مثلا الآثار اللي بيعملها الأورغانوفوسفيت على الهارت اللي هي prolonged QT interval تذكروا الرسمة اللي هي ECG QRST فالQT مفروض كلها ما تأخذش نص سكند تخيلوا يعني 0.5 سكند إذا بحولها للملي سكند 500 ملي سكند اوكي فهو حيعمل لي برولونجيشن لانه بيعمل لي سلو للهارت ريت طبعا هاي للاسف حتغير في رسمه الاي سي جي فبتعمل لي حاله بسموها الفرنسيين توسي ديبوت طبعا هي بتنكتب احنا لو بدنا نكتبها بالانجليزي تورسيدس دي بوينتس اوكي لكن هي توسيدو ديبوت فهي يعني ستاتس طبعا جيركي يعني يونيفر بريدكت الشيبس حتكون بس عباره عن زجزاج اوكي هيك تخيل انت بترسم زجزاج
هاي هي رسمة الاي سي جي تكون يعني جيركي والرسمك وطبعا الريجولر وما في شكل معين اللي اعطيكم اياه مش زي الديجيتاليس كنا نحكي لكم انه مثلا شكلها معين اوكي لا هاي يعني is funny shapes اوكي وchanging in shapes فممكن طبعا بالاضافه للبرولونجيشن اللي بصير انه بتكون اكثر من 500 ملي سكند اوكي فممكن انت تضلك تعطي الانتيدوت لغايه ما يصير في عندنا اللي هي انتظام بالقلب لكن بصير ريلابس بعدين ممكن يرجع ما ينتظمش بعد فتره لكن الساين الثابته اللي هي ستوبج اوف ذا برونكري ان شاء الله بنرجع لها لما نوصل على التريتمنت هلا ما زلنا بنحكي على الساين في تصنيف اخر للساينز شفتوا الانونيم اللي هي السلج والثري بيز ممكن تحفظوها بهذه الطريقه هلا لو بدنا نصنفها حسب الافكت حسب نوع الريسبترز اوكي فعندنا شيء بنسميه ماسكارينيك مانيفيستيشنز او ساينز او سيمتومز اللي هي كل شيء فيها سوائل بالاضافه للعيون ميوسيس فبصير في عندي سالفيشن لاكريميشن يورينيشن اللي هي سلج والثري بيز هذول كلهم مع الميوسيس اوكي هذول ايش ماسكارينيك لكن مين النيكوتينيك النيكوتينيك اللي العلاقه بالمسلز اوكي اللي هي مسل فاسيكيليشن ويكنس وكمان على فكره بيصير third effect بنسميه CNS effect هذا بيختلف عن المسكارينيك وعن النيكوتينيك شو بصير البيشنت لما انا احكي CNS effect يعني واحد صار في عنده mental alteration فممكن يصير عنده anxiety يعني متوتر اوكي restlessness مش قادر يرتاح او confusion بصير يقولوا له انت عارف شو اسمك بخربطه باسمه انت عارف انت وين ما بعرف هو وين طب عد من الواحد للعشره هاي نسميها confusion اوكي او حتى psychosis ينجن يظهر عليه أعراض الجنون أوكي؟ وبفوت بالمرحلة المتقدمة أكثر بفوت بالكوما وبالسيجر أوكي؟ وطبعاً هاي بتكون إيش نتيجة مش نتيجة إنه الأورغانوفوسفيت والكارباميت ارتبطت في ريسبتور في البرين لا هي نتيجة إنه صار في عندي سكندري هاي نسميها سكندري تو ريسبيراتوري فيل يعني بما معنى صار في عندي هايبوكزيميا ونقص الأكسجين في البرين فبصير تظهر هاي الأعراض أو اللي نسميها السايكوسيس مع طبعاً اللي هي المنتال ألتريشن مع الكونفيوجن وممكن في مرحلة متقدمة كوما وحتى لوس أوف ريسبيراتوري درايف أند ديث يعني اللي بفوت بالكوما ما بيسيطر على تنفسه وبالتالي جانا ليد تو ديث أوكي فإذا عندي ماسكارينيك وعندي نيكوتينيك ساينز وعندي سي ان اس ساين بس السي ان اس سكندري بتكون طلعوا كمان عندنا لو اجينا نعمل لهم كلاسيفيكيشن حسب على اي ديفيجن اوف ذا نيرفس سيستم بياثر فطلعوا في عندي باراسيمباثيتك خاصه اللي بتاثر على الجلاندز اوكي زي الميكوزال جلاند اوكي مثلا سيمباثيتك اللي بتاثر على الهرمونات زي على الادرينال على السويت جلاند البلود فيزل وعندي السوماتيك اللي بتأثر على أكبر جهاز في جسمنا اللي هو إيش السكيلتال مسل فإذا هاي different خلينا نقول classification of their effect فتحفظوها على شكل أنونيم sludge with release ومسكرينيك ونيكوتينيك وCNS effect وعلى شكل parasympathetic sympathetic وautonomic أو بسموها somatic أوكي طيب تذكروا اللي قلنا عنها delayed toxicity هلا بنميز هذيك الاعراض اللي احنا شفناها هاي بسموها acute signs يعني تظهر لما انا بتعرض لكميات كبيره لكن اذا والله اجى مسعف وعالج مثلا اسعف هالانسان وروح يعني ما الا يصير في عندنا absorption اذا ما كان طبعا wearing protective gears فمثلا صار في عندنا delay toxicity لانه slow absorption بعد 12 ساعه حتبين signs اوكي هاي الساينز على فكره بتكون اخف من الساينز اللي احنا بنشوفها كأكيوت بس طبعا ممكن تظهر اعراض الأكيوت حسب الكميه اللي هو تعرض لها باي ذا واي بس كونها ديليد شو بصير في عندي بصير في عندي بشكل عام اللي هي ساينز بتظهر في مقدمه الجسم شو يعني مقدمه الجسم يعني عندك تطل على الجبهه الوجه العيون الفم الرقبه والصدر اوكي وبكثير الايدين الإيدين لأن هاي بسموها proximal extremities أوكي فإذا هاي بسموها إيش delayed signs بتكون بالغالب هي بالproximal ليش لأنها أكثر إشي بتأثر على cranial nerves أوكي nerves مفروض إنها بتعمل innervation لمين للوجه الفيشيال للإكسترنال أوكيولر العيون يعني إذا أنكم شايفين هاي التطاعيج اللي تحت العين
هاي طبعا نتيجة التأثير على النيورونز اللي بتكون innervating اللي هي الأوكيولار muscles. أوكي برضو إيش البلاتل يعني الحلق. أوكي فهاي بشكل عام اللي هي إحنا بنسميها cranial nerves. إذا أكثر إشي حتكون في مقدمة الوجه. طبعا حيصير في عندي إيش برضو اللي هي signs بالنك أوكي وبي اللي هي بنسميها proximal extremities أو بالإيدين الأرمز أوكي الأرمز والهاندز أوكي. طيب بالإضافة لتأثيرها على respiratory muscles انتبهوا هاي كلها في المقدمة الصدر كمان قلنا من مقدمة الجسم وبالتالي تأثيرها إذن على الأرمز على respiratory muscles على النك على العيون على الوجه بشكل عام على الحلق حتى البالتس وعلى الرأس أشوفه كامل مقدمة الجسم وهي طبعاً أهم وأخطر خلينا نحكي ساين فيهم اللي respiratory effect okay؟ فتعمل لي weakness respiratory muscles وتلاقي ما بيقدر الشخص يتنفس okay؟ وطبعاً هي يعني مش لدرجة إنه يموت لأن هاي الدليل كمياتها قليلة أوكي وتأثيرها يقتصر يعني على هذا الجزء من الجسم وبالتالي وهي develop slowly فيعني ممكن يعني إنه البيشنت سيرفايف ثرو إت فشوفوا هي ديفلوب تقريبا من يوم لثلاث أيام أوكي بينما شفتوا كيف الأكيوت كنا خلال ساعات ثلاث ساعات قلنا بكفي إنها تشوف لكن هاي ممكن تظلها طبعا الساينز سلولي تظهر من 12 ساعة وبتظلها لغاية ثلاث أيام أوكي. طيب في عنا another signs تظهر أو حالة أخرى من السمية بنسميها intermediate syndrome أوكي. طبعا هاي الانترميديت سيندروم هي تقريبا خلينا نحكي بتظلها فترة أطول يعني هون مثلا بيور تكستبوك من أسبوعين لثلاث أسابيع أوكي. لغاية ما يصير ريزولفينج للساينز وهي بتفرجي نفس الساينز اللي هلا حكيناها كيف الكرينيال هاي نيرفز والرسبيراتوري ماسلز والويكنس بالبريف لكن شو مشكلتها هاي الانترميديت سيندروم إنه الـ يعني خلينا نقول poor prognosis يعني بما معناه ما بتستجيب للأنتيدوت وهلا حنحكيكم شو هو الأنتيدوت اللي هم تو طبعا الأتروبين والبراليدوكسيم وحرجع أعيد أشرح عليهم بس بشكل عام لما إحنا بنعطي الأنتيدوت ما بيستجيب إلا إذا عطينا من البداية أوكي يعني إذا عطيت من البداية ممكن ها يصير يعني يعني خلينا نقول less signs better signs but normally يعني they do not خلينا نقول respond to أو خلينا نقول the patient is not responding to the therapy okay unless طبعا it was given before حتى يعني حتى بقول لك إنه أول ما تبلش هاي الأعراض at the start يعني of the onset مش كثير حتى بيستجيب الجسم ولا كأنك أنت معطي أنتيدوت فالpatient gonna go through طبعا this hardship واللي هي hard breathing وحيكون في عنده difficulty طبعا ويكون بحاجة لسبورت وتعطي طبعا أكسجين وممكن حتى ينحطوا على الventilatory machine by the way وهو ما في عنده استجابة طبعا للأنتيدوت ليش؟ لأنها طبعا develop slowly وtakes time طبعا هلا which one to develop هذا بيعتمد هلا انا ما بقدر اقول لك شو هي التوكسيك دوز اوف اورجانوفوسفيت او كربونات احنا مفروض نتعرض لصفر اوكي هاي الاصل اوكي لكن كل انسان فينا عنده كوانتيتي اوف انزايم يعني عندنا كميه معينه السايكولين تختلف على فكره من انسان لانسان اوكي هلا الكوانتيتي مهمه وكمان الاكتيفيتي هلا لما بدخل مثلا الاورجانوفوسفيت والكربوميت الى الجسم شو بيعمل بيعمل انهيبيشن للاكتيفيتي لكن ما بياثر على الكوانتيتي يعني كميه الانزيم بتظلها موجوده في الجسم لكن بيعمل له ايش بلوك بسكر مفعول هذا الانزيم فبالتالي بيعمل انهيبيشن للاكتيفيتي بتنزل عندنا الاكتيفيتي عشان هيك هلا بتشوفوا لما بنودي لللابوراتوري تيست اللي بنقيسه ايش عباره عن الاكتيفيتي اوكي وهلا بحكيكم شو النورمال وشو الابنورمال ليفل لكن شوفوا كل انسان له ليفل معين له كميه معينه من الانزيمات اوكي وكميه من الاكتيفيتي لان هلا حتشوفوا حتى الاكتيفيتي وايد رينج اوكي وبالالافات الرينج تخيلوا فكل انديفيديوال بيختلف عن الثاني فممكن بتلاقيهم في نفس مثلا الحقل وتعرضوا لنفس كمية الرش تلاقي ناس تسممت وناس لا
ناس showing signs وناس never show signs. okay ليش؟ بيعتمد على الactivity للإنزيم لإلهم. okay ففي ناس تتحمل في ناس لا. عشان هيك هاي intermediate sign لما أنت تبلش تظهر هاي الأعراض وبتأخذ طبعا وقت طويل وما بنفع فيها بالغالب الأنتيدوت إلا إذا أعطيناها before، يعني إذا كان الشخص مثلا عارفين أو almost، يعني almost with the beginning، بأنه يعني أنا قرأتها في text books إنه مجرد after the onset خلاص ما تبلشت الأعراض ما بيستجيب. okay طيب هلا في عنا كمان من ضمن الساينز اللي إيش بنسميه delayed neuropathy، طبعا هو إله اسم أطول opidin بنسميه اللي هو organophosphate induced delayed neuropathy. أوكي يعني بما معناه تظهر أعراض عصبية هاي على المدى البعيد، يعني لا أخفيكم يمكن بتظلها حتى من أشهر لغاية I guess 15 months، يعني أكثر من السنة. أوكي يعني تقريبا من نص سنة لأكثر من السنة، يعني 6 months up to 15 months. أوكي فشوفوا قديش فترة طويلة والشخص يعاني من أعراض شو بنسميها باركنسونزم، يعني تعرفوا ما بعرف إذا عندكم شفتوا هاي أعراض الباركنسون اللي هي أكثر إشي مشهور فيها الرعشة. يعني تلاقي ما بيقدر يتحكم في رعشة إيديه وإجريه، وأحياناً بتكون يعني one of them. okay أو tilting للهيد، فتلاقي رأسه مثلاً بهز moving مثلاً، بيكون forward للأمام. okay يعني بيكون محني رقبته وللأمام، وبيكون حتى ظهره كمان محني للأمام. زي ما انت شايفين هاي الصورة تقريباً تظهر بعض الأعراض. كمان ممكن الساينز تكون severe على فكرة لدرجة إنه يصير في drop للليد، تخيلوا يعني إجرة الفوت ببطل يتحكم فيها، يصير لها دروب كأنها انفصلت عن الجسم. أوكي طبعا بصير كمان reduced arm swings، تعرفوا إحنا لما نمشي كيف بنحرك إيدينا للأمام وللخلف. أوكي هو لا بتلاقيهم شبه fixed، هاي من ضمن الأعراض كمان. أوكي وطبعا في عنا rigidity بالextremities بشكل عام، يعني وكأنه في نوع من حد للحركة بالإيدين والرجلين، فتلاقي ما بيقدر مثلا يخطو خطوات واسعة، فتلاقي خطوات بسموها shuffling gait short shuffling gait، يعني تلاقي خطوات متقاربة قصيرة وما فيها يعني large خلينا نقول steps. okay فهاي بسموها long term. okay وعادة هاي حتى تظهر الأوبيدين أو الأورجانوفوسفات induced delayed neuropathy، وراحظوا إنها أورجانوفوسفات مش كاربامات، لأن الكاربامات قلنا بعد يومين مفروض يعمل إيش spontaneous dissociation، بس هاي الأعراض بتصير بعد إيش؟ بعد الأجنت، لأنه باليومين اللي بيعمل كاربامات spontaneous dissociation شو قلنا؟ organophosphate بصير له أجنت، بالعكس فبيعمل لي عشان هيك الأوبيدين اللي هي organophosphate induced delayed neuropathy. إذا لو سألناكم مين بيعمل delayed neuropathy اللي ممكن تقعد أشهر وأكثر حتى من سنة، وممكن حتى لما تتطول لما تتطور تاخذ وقت اطول، يعني شوفوا هون حاطين لكم تقريبا من اسبوع لثلاث اسابيع ليبلش يظهر، يعني مش معناها انا تعرضت للأورجانوفوسفات يلا ما صار ليش شيء، ممكن بعد اسبوع ممكن بعد اسبوعين ممكن بعد ثلاث يبلش هاي اللي هي الرعشه. اوكي او يبلش عندي التلتنج او ابلش ما اقدر اللي هي شفلينج الجيتس، او حتى يصير في دروبي الفوت، وطبعا هاي بتطول زي ما حكينا تقريبا اكثر من السنه. هلا شو اللي بيصير بهاي النيورونات؟ طلعوا لي هون في هون تقريبا خمس رسمات، نبلش من الشمال، هاي اللي هو نورمال نيورون، حتى تعرفوا شو بيصير بالضبط في الاورجانوفوسفات وكيف بيعمل لي ديليد نيوروباثي. اطلعوا على النيورون الطبيعي، شوفوا مثلا الراس الاصفر من فوق اللي هي بسموها سيل بادي او الهيد، النيورون الهيد بنسميه. اوكي هلا بيمتد منه اكستنشن برضو يلو، هاي بنسميه الاكسون اللي هو المحور. اوكي هذا مفروض بتنتج السيالات العصبيه اوكي السيجنالز، وطبعا ترانسميت اللي ثرو ذا اكسونز. هلا زيه بدك تتخيل انه زيه زي سلك الكهرباء. اوكي ليش احنا العاده بنعمل لسلك الكهرباء ايزوليشن؟ ليش بيكون في طبقه عازله؟ تو ميك ات كوندكت بيتر، عشان يعمل لي توصيل أفضل. فالسلك المعزول غير عن السلك الغير معزول، أوكي؟ بيوصل سيجنال أقل، بيوصل إلكتريسيتي أقل للغير معزول، لأنه بصير فيه تهريب من هون ومن هون. نفس الشيء الأكسونز has to be isolated. شو الأيسوليشن للأكسونز؟ زي ما تشايفين إشي بنسميه مايلين شيف،
اوكي هاي طبقه عازله مفروض انها بتساعد على better conductivity of the signals من النيورون للنيورون ومن الهيد كمان through the axons. هذا الان طبيعي ماشي. هلا انا الان بدي اتعرض لاربع انواع دمج وبدي اشوف مين فيكم بده يعرف which one is induced by the organophosphate. بتطلعوا على الاولى تحتيها شو مكتوب؟ compressed، وكانه في قوه ضاغطه. وإلكم تتخيلوا ممكن تكون car accident، ممكن تكون heavy object، ممكن step over يعني وقع على شغله، I don't know. المهم صار في عنا hit لهذاك النيورون وصار في عنا compress، اوكي انضغط الشيء طبعا كمان كبس على مين؟ على الاكسون. فهلا شقنا افكت طبعا الكوندكتيفيتي. طيب اطلعوا على الدمج اللي جنبها، هذا بنسميه sheath loss. يعني شو اللي خرب عندي؟ شو اللي تأثر؟ شو هو damaged part of the neuron؟ اللي هو the isolating part اللي هو الشيث الكفر. okay. فالميلين شيث هون راح وكأنه صار له demyelination. okay. demyelination of the sheath. okay. طب شوفوا الدمج اللي بعدها disconnection. شو اللي صار اللي بالنص؟ شو اللي انقطع اللي بالنص؟ اللي هو الأكسون اللي هو الخط الأصفر ملونينه. طبعا هذا مفروض يكون يعني again ممكن نتيجة كمان accident خاصة الحوادث. بذكر في طالبة يعني عنا في التكنو كانت مروحة هي وأخوها وطبعا عملوا حادث على طريق إربد عمان. فتعرف كيف الجبل سبحان الله فيه قوة زي السنترفيوج، فخبطوا هم في الجبل فقلبت السيارة. anyway طلع أخوها عادي إصابات بسيطة، هي طلعت مشلولة لأن صار في عندنا cut disconnection okay بالنيورونز. فهاي يعني واحدة من الدمج طبعا بتكون نتيجة severe injury، يعني ما بتيجي إلا من خبطة قوية قوية. okay طيب آخر دمج زي ما شايفين degeneration. Okay. degeneration هاي ممكن تصير حتى نتيجة inflammation, infection، يعني يكون في عنا التهاب يعني لا قدر الله، أو يكون في عنا necrosis إنه تموت هاي المنطقة مع أعصابها. okay. أو حتى حرق، يعني الشخص ينحرق في هذه المنطقة فتنحرق أعصابه. فشوفوا كيف هاي degeneration كله بصير دمج كامل بالأكسون وبالهيد وبالميلين شيث. okay. فالآن شو بتتوقعوا مين فيهم اللي بيحصل في حالة ايش؟ الأورغانوفوسفيت. Which one do you think؟ اللي هي sheath loss because organophosphate can do demyelination. طيب هلا how we diagnose؟ إذا بتتذكروا الساينز حكينا الساينز اللي هي sludge و 3 بيز، ويا سلام لو كان معاها مايوسيس. اوكي يعني مايوسيس كثير مميز للأورغانوفوسفيت. اوكي فهذول الصراحة when you see it يعني هاي دايركت مبين. وطبعا لو بعثت blood sample وفحصت لأنه حيعمل لي inhibition للأستايكولين استريز الموجود بالبلازما، وحيعمل inhibition للأستايكولين استريز الموجود في الRBC. هلا مين فيهم أكثر دقة إنه يبين لي التوكسيسيتي؟ اللي هو ذا RBC استايكولين استريز ليفل أو activity. اوكي فاذا كانت الاكتيفيتي له اعلى يعني خلينا نحكي هلا بعطيكم طبعا النورمال رينج، بس بشكل عام لو اجيت سالتكم مثلا الاستايكولين استريز اكتيفيتي داز ات انديكيت ذا توكسيك دوز، يعني هل بتبين لي فعلا قديش الشخص بلع اكسبوز تو؟ نو. اوكي لكن شو بتبين لي؟ بتبين لي على الأقل the severity of the toxicity، يعني تقدر تقول لي هاي سيفير أو هاي مودريت. أوكي يعني عادي. أوكي فمثلا متى إحنا منقول هاي سيفير؟ when there is inhibition of up to 50% or more of the acetylcholine esterase activity، يعني لما بشوف إنه نشاط هذا الأنزيم نزل أكثر من 50% وكان ظاهر طبعا بالغالب عليه أعراض، هاي لا شك في التوكسيسيتي. انتو خذوها قاعدة عامة، إذا patient أجا وظاهر عليه الأعراض اعرف إنه على الأقل صار عندي inhibition ل 50% فما فوق من طبعا acetylcholine esterase activity. ومين الأدق فيهم؟ ال RBC acetylcholine esterase activity. أوكي طيب هلا what is the antidote؟
وهي كمان هحكيها مسبقا. ليش؟ لانه هي مهمه بالدايجنوزز. حكينا ممكن احنا نقيس الار بي سي السايتومينستريز، وممكن نشوف السلج و3 ديز مع الميوسيس، وكمان ممكن نعطي ايش اتروبين اذا صار في عندي ريليف بالبريذنج. اوكي، ساعتها انديكيت انه لا شك انه ذس از اورجانوفوسفيت او كاربامات، وي نيفر نو. والسكند انتيدوت على فكره براليدوكسل، هلا حنحكي عنه ان شاء الله. بس هلا كوننا بنحكي على الاتروبين، الدوز طبعا 1 ملي جرام، في تكس بوك بيقول لك انت اعطي من 1 ل 2 ملي جرام. اوكي، بالنسبه طبعا للادلتس، وهي 0.1 ل 0.2 ملي جرام. لاحظوا بس انك منزلتين عشريتين، فاذا 1 ل 2 بالادلت و 0.01 ل 0.02 ملي جرام بير كيلوغرام للتشيلدرن. وطبعا هي بتنعطى اي في. اوكي، واحنا بنعطيها اي في زي ما قلنا، وبنعمل لها دبل على فكره افري 5 ل 10 مينيت. حتى انتو يور تكست بوك اي جس مستخدم فتره اقل، بس خليني اتاكد منها لقدام نذكرها. اوكي، يعني فتره اقل، او اني 3 ل 5 مينيت، شيء اقل من هيك، بس هي تقريبا دبلد افري 5 تو 10 minutes. اوكي، طيب هلا لا شك انه this is يعني considered one of the diagnoses. اذا برضو استجاب your patient to the atropine، لا شك ان هاي واحدة من الدياجنوزز. كمان من ضمن الدياجنوستيك انه يكون في عندي ايش، يكون في عندنا سميل. هلا بالغالب الاورجانوفوسفيت بتعطي garlic like smell، لكن اذا كانت مذوبة بهيدروكربون سولفنت، اوكي، حتعطيني ايش، ريحة البتروليوم حسب اذا النسبه. يعني اذا زادت اكثر الاورجانوفوسفيت وريحتها اكثر جارليك، اذا زادت اكثر المذيب السولفنت، اوكي، بتكون حتعطيني اكثر ريحه البتروليوم. وبمناسبه ذكرنا للبتروليوم، هذا بيعني انه ممكن كمان يكون من ضمن التوكسيسيتي ساينز، اذا كان طبعا مذوب، اوكي، انه تظهر عندي هيدروكربون نيمونايتس. يعني في عندنا ايش بنسميه كيميكال نيمونايتس، يعني التهاب في الرئة بيكون نتيجة إيش؟ أخذ مواد كيماوية خاصة المتطايرة اللي volatile زي الهيدروكربونز. أوكي، وطبعا لا شك هاي ممكن كمان تعمل لي aspiration pneumonia. أوكي، فإذا ممكن البيشنت إنه يعني نعمل له when we use طبعا اللي secure the endotracheal airways اللي by endotracheal intubation، إنه check for إيش aspiration. أوكي، لأنه بالغالب ممكن تكون مذوبة. كمان من ضمن على فكرة الأعراض المرافقة، هي مش رئيسية لكن ممكن produced as a sign، لأنه بيأثر كمان على البنكرياس، فبيعمل لي إشي بنسميه acute pancreatitis، يعني التهاب التهاب بالبنكرياس. وطبعا هذا حيعمل لي إيه، زيادة في الجلوكوز بالدم، فحيصير في عندي hyperglycemia، وحيصير في عندي hyperamylizemia، يعني حيصير في ريليز للاميليز انزيم وبرضه للجلايسيميا، فبصير عندي هايبر جلايسيميا وهايبر اميليزيميا. فهي ممكن تصير كمان، عشان هيك وي شود تشيك الاي بي سي دي. اوكي، اتس فيري امبورتنت، حيكون طبعا مرتفع كثير لهذول البيشنتس. اوكي، طيب حكينا انه الاستايكون استريز اكتيفيتي وليس ليفل، لانه انا بهمني، لانه قلنا الكميه ما بتتاثر، لكن الفاعليه الاكتيفيتي هي اللي بتتاثر، وهي انديكيت ايش السيفيريتي، ولكن ليس الكوانتيتي اوف ذا اورجانو اور كاربامات، ما بتبين لي قديش الكميه. اوكي، بس اتس فيري امبورتنت طبعا، وخاصه تو مونيتور اف اور بيشنت از ريسبوند into our therapy. قلنا إحنا كمان لو قسنا الأسايكولين استريز أكتيفيتي بعد ما أعطينا الثيرابي وشفنا تحسنت الأكتيفيتي وارتفعت، لا شك is indicating our patient is responding. بس قلت لكم من ضمن نعطي الأتروبين ونعمل له doubling كل 5 ل 10 minutes، وأظن يو تكست بوك حتى حاكي كل 5 minutes. أوكي، 3 to 5 minutes، هلا بشوف هذا أرجع أتأكد منها. طيب هلا إذا بشكل عام I in order to treat I check A B C D. أوكي، وsupportive therapy يعني بما معنى أعمل endotracheal intubation عشان ما يصير عندي السيشر، وبرضو أعمل إيش حتى gastric lavage، لأنه أنا عملت secure للendotracheal intubation، ف I can اللي give charcoal، وبرضو بعمل evacuation للجي آي. ليش؟ لأنه بالغالب قلنا لما بتسمم أوري بيكون شارب كميات كبيرة، ف why not إنه to get rid of it. وبعدين بعطي إيش the antidote. طبعا atropine أكثر إشي
بيعمل لي إفكت على respiratory manifestations، أوكي؟ فهو بيأثر على النيكوتينيك وعلى المسكرينيك، بس طبعاً بريح relieve respiratory system، وطبعاً بنعمل decontamination للسكن، خاصة بنغسل الجسم. إذا بتتذكروا ارجعوا للدرمال decontamination مع luke warm water والصابون. الصابون شو بده يكون بالغالب السوق؟ اللي يكون alkaline، أوكي؟ عشان يساعدني اللي هي فيه break down the bonds or the organo أو حتى الكربامات على surface of the skin، فبسهل أكثر إنه wash off طبعاً these chemicals. طبعاً البراليدوكسيم هو بيأثر على neuromuscular signs، أوكي؟ طيب هلا طبعاً شو إحنا بنعطي؟ حكينا هي yes thank you أنا محطوطة هون. هاي زي ما قلت إنه بنعطي الانتيدوب الاتروبين، قلنا هون تقريبا حكين 2 ل 5، بس قلت لكم 1 ل 2 at the beginning، بعدين بصير لها دبلينج، اوكي؟ ملغرام اي في طبعا، وهي بالتشيلدرن شوف اللي بتعطيه انت للادلت حط بس منزلتين عشرتين 0.05، اوكي؟ وطبعا دبل زي ما قلت لكم هون انتو التكست بوك على فكره ماخذ بروتوكول اصعب شوي، يعني بيعطي كميه اكبر 2 ل 5 ملغرام، مع انه يعني عالميا عادي 1 ل 5 عفوا 1 ل 2 ملغرام is fair enough، اوكي اي في، وبتنعطى 0.01 ل 0.02 بالنسبه للادلت، بس also يعني كمان وي اكسبت اللي هو ذس تكست بوك اللي هو 2 ل 5 ودبل افري 3 ل 5 مينيتس بير ريكويرمنت. شوفوا بير ريكويرمنت يعني بظل أراقب البيشنت. طبعا شو الصين اللي قلتها قبل اني بظل أراقب فيها اللي هي أهم إشي؟ برونكو ريا، مش براقب الكاردي كونتراكتيليتي ولا طبعا كله بده يتراقب، لكن مين الصين اللي أنا بعرف بعديها ما بصير ريلابس؟ واي مثلا كان جيف أتروبين، ساعتها إحنا بنعطيها من ظننا ريبيت البولوسز أوف أتروبين وممكن لغاية حتى يوم، تخيلوا 24 ساعة وأحيانا أكثر، كل واحد حسب الكمية اللي تعرض لها، أوكي؟ لغاية طبعا ما يعطيني اللي هي stoppage للبرونكوريا، وبالتالي أكيد لا شك الـ other signs is gonna be controlled. بس هاي الصين متى ما وقفت مفروض البيشنت، وهاي دراسات طبعا repetitive studies خاصة case studies إنه indicate لا شك إنه جانا يعني have no relapse، okay؟ طيب بكون عدى ساعتها مرحلة الخطر، ولا شك بنقيس الاستاتين استريز اكتيفيتي، وبتشوف انه طبعا ارتفعت الاكتيفيتي لإله والانهيبيشن قل، okay؟ طيب زي ما حكينا هاي زي ما انت شايفين هون شخص عاملين له topical decontamination، يعني مغيرين أواعي، شايف كم بلبسي جونز، وطبعا بيكون في عنا فانز، وبيكون فيها شاور بوكسز ولوك وموتر والكالين سوب، وطبعا بيغسلوهم أقل شنو الساعة وفيجرس، يعني حتى بدها فرق مزبوط الأماكن اللي انت تعرضت لها حتى ما انه يصير في عندي delayed signs of toxicity، أوكي؟ طيب نحكي على another antidote pralidoxin. ليش أنا شوي أخرته كأنتيدوت؟ هذا أول إشي يعني خلينا نحكي بنفع فقط في حالة الأورغانوفوسفيت، أوكي؟ وطبعاً هو given 1 ل 2 جرام بالأدلت و 20 ل 40 ميلي جرام، انتبهوا لليونت بير كيلو جرام، وطبعاً بنعطى خلال نص ساعة تقريباً آي في، بيعطوه سلولي، وهو بالغالب بنعطى أورغانوفوسفيت، لكن إذا كان في عندي ميكس توكسيستي أور أنون توكسيستي بضطر إني أعطيهم الاثنين. هلا ليش البراليدوكسين ما بنفع في حالة الكربامات؟ اطلعوا هون بالأول، شوفوا هذا المربع عبارة عن استايكولين، تيجي الأورغانوفوسفيت ارتبطت وين؟ بالإستراتيك سايت، فيها اللي زي المثلث اللي هي الأنايونيك سايت، تيجي ترتبط مين فيها؟ التوبام. هلا الأوكزايم مع الفوسفيت جروب بيرتبطوا وبيعملوا ميتي وديسوشيات وبيبعدوا عن الأنزيم، فبتحرر ساحتها الأنزيم وبرجع فري أجين. لكن شو المشكلة لما يكون عندي كربامات؟ لأنه الستركتشر لإله كبير، السي دبل بوند أكبر من البي دبل بوند، فبتغطي التو سايتس الاستراتيك والأنينيك سايت، وبالتالي ما بيقدر التوبام أو بنسميها براليدوكسين إنه يجي ويرتبط أو إنه يستطيع حتى فري أستايكولينيسيس، عشان هيك ما بنفع هذا الأنتيدوت كتريتمنت. بالإضافة لأذر أنتيدوتس بنعطي إيش؟ للكونفولجنز، للسيجر اللي ممكن تصير اللي هي الدايزيبام اللورازيبام، هاي مهمة، حتى بتلاقيهم الناس اللي بيشتغلوا مثلا في المزارع خاصة حقول كبيرة آلاف الهكتارات من الحقول زي مزارع الأرز والقمح في أمريكا أو بالصين، تجيها قديش كبيرة
واسعة، هاي طبعا ما بيقدر يوصل الأمبولانس، فبيعطوهم أوتو إنجكتر تلاقي في جيبته، في حال إنه طبعا حس بأعراض ريسبيراتوري يكون أوتو إنجكتر للأتروبين أو للديزبان، بيحقن طبعا نفسه فيها. أوكي، هاي الكي بوينتس حكيناها قبل، يعني تراي تو ريد إت. نحكي هلا كيس على السريع. في عندنا مان إن هيز 50s attempted suicide وكان عنده هايبركوليستريميا، وطبعا كان يتعالج بلوكال هوسبيتال، ما له ريماركبل فامي هيستوري، يعني ما في عنده أمراض، إلا إنه كان عامل دايسكتومي ونمبر هرنيات الديسك، يعني باقي عامل عملية ديسك وهو عمره 17، وعامل أبندكتومي شايل الزايدة على 28 سنة، تارك رسالة في البيت I will have to leave the rest to you، يعني مبينه هاي بسموها suicide note، يعني قرر ينتحر. طبعا لما مدخلينه on admission لما فات المستشفى شوفوا الconscious level Glasgow Coma Scale شوفوا 3، قلنا هاي من 1 لـ 15، يعني دلالة انه بلش يبين عنده CNS sign، يعني صاير عنده hypoxemia، هذا لازم نعمل secure للairways A B C D. okay طيب blood pressure شوفوا 136 على 86، شوفوا البلس ريت 57 نازل، احنا الطبيعي 80 لـ 100. اوكي البيوبلز كانوا ميوتك 1، هاي من سكيل من 1 لـ 15 ومسجل 1، يعني بين بوينت عيونه، فاذا اجتمع اللي هي تعبه التنفسي مع الميوتك مع الكولين ستريس ليفل، انتبهوا للليفل 2 بس 2 انترناشونال يونت، بينما النورمال انتبهوا 8000 up to 18، عشان هيك قلت لكم هي فاري بيناتهم، يعني ممكن انا عندي 8000 عند حدا ثاني يكون 10000 عند حدا ثالث يكون 15000، عشان هيك انا مثلا بتاثر اذا بشم شوي، غيري لا بده كميه اكبر حتى يتاثر، فهمتوا كيف؟ فاذا هي كي، هاي الكي معناتها 1000، فاذا 8000 اوكي طبعا يونت بير ليتر. وطبعا عنده برادكارديا لا شك انه حيتطور، لانه حس في عندنا وايدنينج وبرولونجينج للكيو. طب هي واز انتوبيتد ايميديتلي افتر ادمشن بيكوز هي هاد انستابل سبونتينيوس، طبعا لازم يتاثر ريسبيراتوري. اوكي فطبعا هو حيعملوا له اندوتراكيال انتوبيشن، واكيد راح يصير في عندنا كيميكال نيمونيا، انتبهتوا؟ لانه معناها هاي شو بدني بدني انه هو استنشق شيء مذوب بسولفنت، بتكون هيدروكربون سولفنت، فهاز تو بي تريتد فور ذس وان. اوكي طبعا ما لقوا علبه، لما راجعين على البيت ما لقوا معلومات على العلبه، لكن اتليست مكتوب عليها انها اورجانوفوسفيت. اوكي فبهاي الحاله انا بنفع اني اعطي ايش راليدوكسين، وبنفع اعطي ذا اتروبين. اوكي فزي ما انت شايفين دغري عملوا اندوتريكل انتوبيشن، برضو عملوا غاستريك لافاجين، ما بيعرفوا هو قديش شارب، وعاطين طبعا ممكن تعطي شاركول، وعاطين صوديوم بيكوسلفيت، هاي عبارة عن لاكزاتيف اوكي عشان يساعد، لما بنعطي كميات كبيرة شاركول احنا بساعدنا لا شك اللاكزاتيف، برضو معطين براليدوكسم لازم ينعطى، برضو معطين اوميبرازول لانه هو عشان بريفنت اللي هي الالسر والبليدنج بالاستومك. اوكي وطبعا بعد نص ساعه شافوا انه هي واز ايبل تو نود هيز هيد، وبعد ساعتين ونص للاسف عمل ريلابس، قلنا البيشنت اللي يصير ريلابس، فكانين مضطرين يحطوه على فنتيلاتور ماشين على ريسبيريتور. اوكي لكن بعد 25 ساعه حتى لسه البيشنت ديتريريتد، يعني راجع كمان متأثر أكثر، فمضطرين يحطوه على الميكانيكال فنتيليشن، يعني تنفس آلي. أوكي وطبعا حالته متأثرة أكثر، لكن راجع متعدل الكولين استريس ليفل باليوم الخامس. أوكي شوفوا كيف حالته، ظلوا يراقبوا فيه، طبعا لا تنسوا أن أعطوه براليدوكسم. أوكي وطبعا مبلش يتحسن حتى البيهيفير لإله والآيز أوبن، هاي يعني إن ديتيلز كاتبين لكم. باليوم السابع تقريبا راجع لجلاسكو ليفل 15، ممتاز، يعني راجع لوعيه الكامل. الأتروبين بحالته هو بالذات مش كاينين نعطينها، ليش؟ لأنه بليس مباشرة على الرسبيريتور، فكاين يعني يأخذ الأكسجين مباشرة من ومش كاين مجمع، يعني مش عامل برونكوريا ولا برونكوسبازم، فماشي حاله لأنه متعالج من البداية. أوكي بس لو انعطى على فكرة ولو كانت ضمن الأوبشنز it's correct. أوكي يعني ممكن يختار شخص طبيب ثاني إنه لا give atropine وبرضه حطه على الفنتيليتر. أوكي يعني it's not wrong لأنه الثنتين يعتبروا إيش antidote. أوكي هيك إن شاء الله بنكون أنهينا. في حدا عنده أي سؤال؟ ولا تنسوا تحضروا المشروع please before the end of this month. okay وبعثوا لي على الإيميل، أنا حطيت لكم إعلان. طيب
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.